وهذه رسالة وآخر مرة أقولها. هاشم هاشم ركز وحط بالك، صيف ساخن، أقسم بالله العظيم إذا ما في توظيف للشباب الكويتي وإعلانات مقبولة، الآن كل الطلبة خريجين، إذا ما في إعلانات مقبولة وتوظيف حقيقي، مو تحط لي إعلان ما يطلع منه من منو من وتحط لي شروط صعبة وتحط لي اختبارات ما يطلع منها إلا عيالكم، أقسم بالله راح يكون لنا موقف سلبي تجاه المؤسسة بداية دور انعقاد، وما راح أخليكم تتهنون في الأربع أشهر، والله ما تتهنون في الأربع أشهر هذه القعدة، لأن أقعد لكم قعدة في بداية دور انعقاد أجيبكم هنا على القاعة وعلى المنصة. ولا خليكم تنحاشون وقت الاستجوابات ما تجون على المنصة وتخلون الوزير بروحكم مثل ما سويتوا بخيط الرشيدي القيادات السابقة. هذا انذار أخير، إذا ما في توظيف للطلبة شروط معقولة لهم والله العظيم استجواب، وراح أقعدكم على المنصة ويمكن أقدم ثلاث أربع استجوابات، حتى لو نجح الأول أقدم ثاني ثالث أربعة لين أطلعكم ذليلين. اللي ذل الطلبة ويذل الكويتيين يستحق ان حنا نذله، والله لا اذلكم ذل في الصيف ولا اذلكم ذل على المنصه. افتحوا التوظيف، مؤسسه العامه مليانه الوظائف ما قاعده توظف، تقدر تستوعب الشارع كله، توظفون العماله وتنقلونها من عقود مقاوله الى عقود عامه برواتب كبيره، شهاداتهم متدنيه، خبرتهم ضعيفه، وهالتقارير تقوله خبرتهم ضعيفه شهاداتهم متدنيه، تحاربون الكفاءات الكويتيه وتحاربون الكويتيين. التوظيف في القطاع النفطي خط احمر، ما نبي مناقصات، احنا ما قاعدين نشحد منك ولا احنا حراميه ولا احنا اصحاب مناقصات، وظفوا الطلبه.